اهلا بكم مره تانية مشاهدينا، ولسه بنتكلم عن مواجهه التحرش. يمكن كنا شرحنا حاجات كتير جدا الفقره اللي فاتت، الحق والواجب والنظره المجتمعيه والكلام زي ما تابعته معانا. في هذه الفقره هنتكلم عن طريقتين مبتكرين جدا لمواجهه التحرش اللي بيحصل في الشارع او في الاماكن العامه او في يعني اللي دايما البنات والسيدات بيواجهوه. انا معايا النهارده الحقيقه ضيوف مميزين جدا وعاملين مبادرتين غايه في الروعه. اتمنى ان احنا كده يعني نبقى بنساعد في دعم المبادرات دي. استاذه شمس الجعراني مدرسه ومذيعه، اهلا بيكي يا شمس. اهلا بيكي. وبرحب ايضا مهندس خالد عبد الناصر المدير التقني لابلكيشن ستريت بال او صديق الشارع، اهلا بيك يا باشمهندس. طيب شمس يا جماعه عامله فكره لطيفه جدا هتشرحها لنا دلوقتي، وهي مواجهه التحرش بالسكوتر. طبعا اي حد هيسمع كده هيقول لك يعني انا مش عارفه بتواجه تحرش بسكوتر ازاي، بتعملي ايه؟ هو الموضوع بدا ان انا كنت لسه طالبه في كليه، في ثالثه كليه، وبعدين كنت بتضايق جدا من المواصلات والخنقه وقد ايه في احتكاك في المواصلات بالشكل العنيف ده. فبعدين قررت ان انا اقول لبابايا ان انا لازم اجيب سكوتر علشان احمي نفسي شويه من التحرش، الى جانب ان انا اصلا كنت شغاله في جمعيه ضد التحرش وحقوق المراه. فشفت بقى نماذج كتير وحاجات كتير فاتخضيت. الناس تقول لك السكوتر ده يعني هيخلي يضايقوا المتحرشين، يضايقوا البنات اكتر. بالظبط ده اللي حصل. او بصي ده اللي حصل اصلا في الاول، بس كان كلام كده لفظي شويه. ايه ده انت جرايه؟ ايه ده يا ولد يا بنت انت راكبه سكوتر ازاي؟ ده انا ما بعرفش اسوق عجله والكلام ده كله. الى ان جه ولد صغير، كنت عامله في شعري راستا وكنت لابسه فوقيها الهلمت، فجه ولد صغير ففكر ان شعري جوه، يعني الشعر ده من الهلمت. فقام شده فوجعني جدا، فببص فقلت له ايه ده انت ليه بتعمل كده؟ فواحد تاني من ورا صاحبه الصغير التاني قال لي يلا بت من هنا مش هبت. لا والله. فكان موقف بشع. فانا قلت ايه ده، يعني حتى برضو جايبه سكوتر وبرضو في تحرش. فالموضوع فبدات بقى من الموقف ده بدات اعمل فيديوز ان واصور الناس وهي بتبص عليا وانا راكبه البايك. قد ايه بتبقي كائن فضائي، بيستغربوا جدا واحد ماشي كده باصص، اللي يرخم ويجي يقف قدامي لمجرد ان انا بنت وراكبه بايك. اللي يعني مثلا واحد يجي يقول يزنق عليا بالعربيه، وبتحصل كتير طبعا عندنا في اسكندريه على البحر. والطريق ده بيبقى هاي واي، شبه الهاي واي كده، سريع شويه. فالموضوع كان مزعج شويه الى ان تطور الحوار، وبنات كتير بدات تركب بايكس، وبنات كتير بدات تركب سكوترز. انا بشوف فعلا بنات كتير بتركب دلوقتي بايكس عادي، ما حدش بيضايقهم على فكره. يعني بطلوا بقى ولا بدأ بقى فعلا الحوار ده ما حدش يضايقهم، من عشان اتعودنا على شكلهم خلاص. بالزبط. يعني الناس بقى في احترام ان بنت نازله ايه ده راكبه بايك، طب انا هقف جنبها واحميها ومش هزنق عليها عشان ما تقعش لمجرد انها ماشيه على عجلتين هم البايك. والموضوع انتشر. بس ليه بقى على فكره؟ ما هي اللي راكبه بايك بتتعاكس يعني بيتحرشوا بيها، واللي راكبه عربيه برضو على بيتحرشوا بيها عادي. هي يعني فكرة مش فارق فكرة حاجه على فكره ما بين البايك والعربيه. بالظبط. الفكره في التحرش ان دي بقت ثقافه شعب. في حاجه بتقول انك تقضي على حرب اسهل بكتير من انك تغير ثقافه شعب، اللي جت بسبب المسلسلات، الافلام، المسرحيات. ده مش اول راي يقول ان الدراما ليها تاثير. يعني مشكله كبيره جدا ان الدراما والاعلام له تاثير كبير. طيب هرجع لك تاني يا شمس، خلينا نشوف بقى يعني باشمهندس خالد، انت عامل ابلكيشن على التليفون، انا عايزك بس تشرح لي الابلكيشن دي احنا نعمل يعني نتعامل معاها ازاي. تمام. هو موبايل ابلكيشن بتستخدمه البنت، بيفيد بحاجتين او بيقدم لها حاجتين. اولا بيقدم لها توعيه، بيعرفها بمصطلحات يعني بحاجات زي يعني ايه تحرش. يعني هو كان احد المشاكل اللي اتعرضت في الفقره اللي فاتت ان في بنت قالت دي بتبقى معاكسات عاديه مش تحرش، فهو بيبقى ما فيش حاجه اسمها كده. لا يعني هو بيبقى هو ده التحرش، فبيبقى بيشرح لها يعني ايه تحرش، ايه هو ايه اشكال التحرش، ازاي تتصرف في حاله انها اتعرضت لتحرش. بيمشي معاها بخطوات، يعني لو هي مثلا عايزه تقدم بلاغ فتتحرك ازاي، تروح القسم تعمل ايه، تسال على ضابط حقوق الانسان، لو حد رفض يساعدها بتكلم الهوت لاين. كل المعلومات بتديها كل المعلومات. طب معلش اي حد بقى على اي سمارت فون ينزل الابلكيشن؟ هو دلوقتي نزل، يعني اول فيرجن نزلت منه، نزلت اندرويد والاي او اس هينزل قريب. تمام. اي حد، هو اسمه ستريت بال. ستريت بال. ستريت بال.
اوكي وممكن اللينكس بتاعت الابلكيشن هي على streetpal.org على النت. هينزل الابلكيشن بعد ما بيعمل ريجستريشن بيبقى قدامه كذا اوبشن، جزء منهم ليه علاقه بالتوعيه، الجزء الثاني بقى ليه علاقه بالمساعده في حاله انها بتتعرض لخطر فعلا. بيساعدها ازاي؟ انا عايز اعرف بقى الجزء ده، هي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه؟ اولا وهي بتسجل الاكونت بتاعها بتضيف جهه اتصال موثوق بها، يعني تراست كونتاكت شخص هي لو تعرضت لخطر المفروض يتبلغ. تليفون والدها والدتها، تليفون البيت او ايميله، بالظبط. أيوة. تليفون حد، بالظبط. دي اول حاجه. وبيجيب لها خريطه بتقدر منها تعرف ايه اقرب اسم شرطه وايه اقرب مستشفى، وبيمشي معها. هي اول حاجه بتبقى في بوتون كده بتقول ساعدني لو هي تعرضت لخطر، فبيمشي معها زي شات كده بس سريع، هي مش بتكتب، لا هي بتختار على طول، بتقول مثلا بيقول لها ايه اللي حصل، فانا في حد مثلا بيمشي ورايا في كذا سيناريو. هي قدامنا الابلكيشن. بالظبط. انا قدامي. هي شكلها كده. هو لو عمل سكرول تحت هيلاقي كل يعني هيلاقي الفيتشرز تحت. تمام. خلاص. تمام. كويس قوي. بيقول لها ده بيبقى بيتتبعها يعني مثلا، او بمجرد إيه؟ بمجرد ما بتبلغ ان هي محتاجه مساعده بيبعت اللوكيشن بتاعها لاهلها في SMS، بيقول لهم بنتكم او الشخص ده في المكان الفلاني، وبتتعرض للموقف الفلاني بناء على اللي هي هتقوله. يعني هو بيقول لها انت فين دلوقتي، لو هي مثلا قالت انا في حد بيمشي ورايا، طيب انت في مكان حضري ولا في مكان مقطوع، انا في المكان الفلاني. هي مش بتحدد، هي بس بتقول بلغ. بس بتدوس بلغ فيه. فهو بيبلغ. بالظبط، هو بيبلغ بس عشان بتاعها. سهوله ان البنات تستخدمها، يعني ما تبقاش بقى لسه هتشات وهتكتب. لا لسه مش هتشات، لا مش بتعمل اي تشات خالص. هي كل اللي بتعمله ان هي بس بتعمل كليك، هو بيسالها، بتبقى حاجات فيجوال قدامها، هي بيقول لها دوسي على الموقف اللي انت فيه. انا دلوقتي حسنا حد من شويه، انا دلوقتي بتعرض للخطر، انا تعرضت للخطر بالفعل. هو بيمشي معاها في الثلاث حالات، لو هي تعرضت للخطر بالفعل بيسالها، لو كان عندها اصابات بدنيه فالمفروض بتتحرك لاقرب مستشفى بيجيب لها. طب معلش بقى سؤال دلوقتي معك. انا فرضا ان هي اوريدي تعرضت لخطر ايا كان بقى، الخطر ده تحرش بقى، مش تحرش، ايه سرقه، اي خطر في الشنطه، سرق اي حاجه. انا دلوقتي هي انتوا يعني انتوا عندكم اتفاقيه مع اي جهه مسؤوله ان انتوا تروحوا تلحقوها، ولا انتوا بس بتقول لها تروح فين؟ هو الموضوع على مراحل، يعني حتى الان بيقول لها تروح فين خلاص، وبيبعت اللوكيشن بتاعها لاهلها. المرحله الجايه، لان احنا بنشتغل مع يعني هو الابلكيشن عباره عن تعاون ما بين تو ستارت ابس، خلاص في احدى منهم كانت احنا انديفز دي اللي شغاله التكنيكال، وبتشتغل مع مؤسسه بصمه خلاص المناهضه للتحرش، عاملين سمارت سيفيك سولوشن خلاص، دي مسؤوله عن الكونتنت ده، وهي اللي بتعمل الجايد ده، هي اللي بتقول لها المفروض تتحرك ازاي. في المراحل الجايه هيبقى في فولنتيرز، يعني في ناس متطوعين مدربين، حاجه زي كريم او اوبر. اتفاقات مع جهه لا. رسميه. جهه رسميه دي بقى احنا مستهدفينها قدام، جهه رسميه تبقى زي وزاره الداخليه، انه انا عايزه ده بقى. يعني طلب المساعده انا لازم افعل. بالظبط، طلب المساعده يتقدم لوزاره الداخليه مباشره. يعني كل اللي انت عملته ده عظيم، وهي اذا تم التعاون مع وزاره الداخليه في حاجه زي كده يبقى انا كده كملت المنظومه. بالظبط. بس بالزبط. يعني انا هي دي الحلقه اللي مفقوده في الابلكيشن. لا هي مش مفقوده، دي في البلان بتاعته. احنا هي الفكره ان احنا حاطين خطوات مراحل، يعني احنا حاطين في الاول ان هي بتطلب المساعده من اهلها، بعد كده بيجي زي حاجه بتبقى زي اوبر او كريم مثلا، بيبقى في اب تاني لمجموعه من الناس المتطوعين اللي هتنزل تساعدها في حاله انها هتطلب. حلو. اقرب حد ليها هيجي لها. طيب ده اقرب حد هيجي بعد كده. لو في بقى اماكن ينفع، اماكن امنه، يعني زي اماكن مثلا محال تجاريه او سلاسل كبيره او مطاعم او حاجات كده بتقدم نفسهم باعتبار ان هم ناس هيقدروا يساعدوا البنات، فهو اول ما بتطلب بيقول لها اقرب اماكن امنه بقى، مش لازم الشرطه او البوليس. كويس. واخر حاجه بقى بعد كده مع الايه، مع الـ الشرطه نفسها بتطلب. طيب الشرطة. انا هرجع لك تاني برضو عشان عايزه اكد على موضوع التعاون مع وزاره الداخليه في الموضوع ده. أوكي. شمس انت قولي لي بقى، اول ما ركبتي السكوتر انا او البايك، انا عارفه بصوا هو سواقه البايك انا حاسه انها اصعب من العربيه. لا بالعكس، سهله يعني جدا. يعني معرفش، يعني هو بالنسبه لي انا السكوتر سهل قوي، اخطر او يعني الخطوره بتاعتها بتبقى اخطر، يعني العربيه هتمشي هتتخبطي، العربيه اتخبطت، انما يعني السكوتر احنا لو حد خبطك انت شخصيا. يعني بصي هو ممكن حصل معايا العكس. ايه بقى، انت اللي خبطتي العربيه؟ لا. فعلا؟ ده حقيقي. مش عارفه ليه تخيلت. كنت هروح القسم وكان هيحصل مشاكل يعني، والموضوع ده بابا ما يعرفوش، اول مره يعرفه دلوقتي. لا عرف اهو. هو كان راكب، انا كنت فاكره راكن العربيه فوق الرصيف. فانا خدتها ونزلتها بقى وسقت وتمام وكل حاجه، وجاي اخد يوتيرن فدخلت في حد. في عربيه. فكان هيحصل لي مشكله.
انا اتعقدت منها، اللي هو ايه ده، انا اذيت نفسي واذيت غيري واذيت عربيه غيري، وكنت هروح السكوتر دي بقى. السكوتر بقى انا المجرد ما هيحصل لا قدر الله حاجه هاذي نفسي انا بس. تمام. وبعدين هي سيف حاجه، لو انا لابسه السيفتي كله ومتعلمه كويس. بالظبط. تمام. فالطريق هيساعدني، الطريق لذيذ، طرق دلوقتي بقت كويسه جدا في سواقه السكوترز. والوقت طبعا في اي 10 دقايق، يعني في 10 دقايق ببقى في اي حته. لا طبعا، فده بيسهل عليا الموضوع بشكل عربيه مفيش، خلاص انا في اي حته بين حتى عربيتين بخش اركن وانزل. فالشغل بوصله في 10 دقايق. بوفر عليا حاجات كتير جدا، بنزين هو 4 ريتل بس. فمش بحط بنزين كتير او مش بستهلك فلوس كتير للبنزين. اوكي. وقد ايه بيساعد، فعلا مريح يعني، وسيله مواصلات حضاريه جدا ونظيفه للبيئه ولذيذه جدا وعادي ومناسبه للبنات. يعني ان يعني دايما اقول لك اصل البايك دي مش مناسبه للبنات. لا 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 لا، في اسكندريه في بنات كتير جدا عاملين جروبس اصلا مع نفسيهم بقى، وبينزلوا وبيسوقوا سكوتر عادي. طيب الناس اللي حواليك اللي انت عارفاهم، سيبك من الغلاسه اللي حصلت في الشارع، ما دي متوقعينها. يا عربيه بسكوتر باي حاجه بيحصل يعني، مش مشكله. بس الناس اللي حواليك اللي انت تعرفيهم، محدش قال لك شمس ببلاش موضوع سكوتر ده شكلك؟ لا لا كتير اكيد. هو مامتي وبابايا في الاول قالوا لي بلاش، بعد كده بابا عجبه جدا فجاب لي واحد تاني. والله لما ايه بقى، لما شافك وانت بتسويها واتبسط بيكي وجايه اوكي هنجيب واحد تاني، ده لذيذ جدا وما حصلش حاجه ونجحت في سواقه السكوتر. لكن في مثلا قرايبي لا خطر، طب بالراحه، طب البسي هيلمت، طب ازاي هتمشي المشوار ده كله؟ انت بتمشي مشوار شك من انا قبل كده رحت بيه القاهره بالسكوتر، طريق مصر اسكندريه كله. لا في جروب. في الجروبس اللي بتطلع دي بياخد برده 2.5 ساعة زي العربيه. عادي جدا. بس موضوع القرايب، كان في ناس كتير حذرتني انك هتوقعي وانت بنت وازاي الكدمات هتبقى في جسمك وكده. بس موضوع بقى يعني بقى عملي اكتر ما هو بقى فور فن. تمام. ان انا اروح بيه الشغل في 10 دقايق، تمام، ان انا اروح بيه شغلي او لو عندي برنامج هطلع على طول عليه هطلع. فموضوع لذيذ جدا كبنت كمان. وبعدين سيفتي جدا. انا كبنات، في بنات قصيره فممكن وهي راكبه السكوتر رجليها ما توصلش الارض، في سكوترز عجلها صغير علشان تساعد البنات انها اصلا تركب سكوتر مصممه بكده. فالموضوع قد ايه لذيذ. نزل منه موديلات كتير جدا. فساعدت البنات كتير انها تركب. ده بقى يعني ترندي قوي، بقى ترندي. طب دي حاجه ظريفه برضو. انا بشوف، لا هو انا شفت يعني، انا ده بشوفه بس يعني ايه، لسه ما عنديش الجرأة ان انا اجرب السكوتر. هو تكنيك العربيه ممكن يكون صعب شويه بالنسبه للبنات، بيتريقوا على الستات كتير في سواقه العربيات. فبقى اسهل بالنسبه للسواقه. لا سواقه العربيات ايه، مبطئ يعني، يتريقوا، لسه بيتريقوا مبطئ والله لسه بيتريقوا. لا لسه. يعني انا طيب موضوع، بس انت السكوتر حماكي اكتر من التحرش ولا زوده؟ ده حقيقي. لا طبعا ده حماني كتير، حواكي كتير، ما بالك مشوار. في كل مشوار من اللي انا بروحه في يومي، من مثلا الساعه 8 الصبح للساعه 7 بالليل، محدش ليه دعوه بيكي. محدش ليه دعوه بيا. خلاص الناس بقت بتبص، دي بيعدوا لها وسعوا لها، خلاص البنت تمام، ما فيش اي حاجه، ما حدش. انا عايزه الثقافه دي تنتشر يعني. بالظبط. وبعدين شيماء اللي كانت هنا او جانيت لما قالت فعلا الناس بقتش تلحقني او بقتش تبص او الرجاله ما بقوش ياخدوا حق البنت او كده، ده حقيقي. ما بقاش في حد في الشارع مهتم ان البنت دي اتعكست. الولد لما شد شعري كان في رجاله كتير في الشارع، ما حدش قال له ايه يا ولد بتعمل ايه. بس هو على حسب الموقف وحسب. لا لان في بنات اتصلوا بينا قالوا لنا لا في ناس ساعدوهم. هو حسب بقى ايه، انت يعني انت وحظك يعني. ده حقيقي. فده يخلينا نقول ايه يعني، مش لازم تعتمدي على حد بقى، معلش. بس معلش، التحرش هو التحرش في العالم كله مش في مصر بس، حتى في العالم الغربي. مالناش دعوه على فكره، انا مش عايزه بلدي يبقى فيها تحرش. الفكره في العالم كله، في امريكا فيها تحرش. انا عارفه ان امريكا فيها تحرش. هو ليه في كده؟ ليه في تحرش اصلا؟ ما تفهمش يعني السبب. محدش بقى يقول لي تاني، عشان لسه كان الفقره اللي فاتت قلنا ولا ليه دعوه باللبس ولا بتاع ولا بالكابس ولا الكلام الفاضي اللي بتقعدوا تعلقوا عليه شماعاتكم ده، ما فيش الكلام ده خالص. هو ليه علاقه فعلا بالتنشئه، بالتربيه، انت بتربي ولادك على ايه؟ بتربي بناتك على ايه؟ بتعلموهم ايه في المدارس؟ بتفرجوهم على ايه في التلفزيون؟ يعني خلي بالكوا يا جماعه، دي مسؤوليه كبيره جدا. انا دايما عندي في السكول بقول للولاد بي ا جنتلمان، خليك ولد كده جنتل، خايف على البنت اللي جنبك، خايف على صاحبتك، على زميلتك اللي قاعده جنبك، ما تضايقهاش. التربيه فعلا مع الولاد دي بياخدوا كابتشر صغيره لحياتهم، بتفضل مسجله في دماغهم كتير جدا. طبعا ما بينسوش. فلما ما بينسوش فبيتربوا عليها. طيب سريعا بقى باشمهندس خالد، انا عايزه
منك يعني ان انت تعمل بقى النداء ده لوزارة الداخلية. انا شايفة ان الابليكيشن ده يا جماعة لو اتفعل بالتعاون مع وزارة الداخلية هنقضي على نسبة كبيرة جدا 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 من التحرش اللي بيحصل في الشارع، وهنبقى يعني في غنى عن حاجات كتيرة جدا، وفي غنى عن الخناقات والناس اللي بتتلم تضرب بعض. يعني يعني يا ريت ده يحصل. انتوا مقدمين طلب للوزارة؟ لا، هو احنا لسه، لان احنا لسه بنشتغل على تطوير الموضوع خلاص. بس هو زي ما حضرتك قلت، يعني هو الحل الاحسن في العموم هو انه الموضوع يبقى من قبل وزاره الداخليه، لانه اولا هيطبق القانون، مش هيحصل زي ما حضرتك بتقولي انه هيتلم عليه الناس ويضربوه ويبقى فيه خناقات وهكذا. كمان لانه الانتشار عندهم، الادوات عندهم، القدره على التواجد في كل الاماكن. فبالطبع يعني هو الحل الاحسن والجذري هو انه الموضوع يبقى انه طلب المساعده ده يبقى بيتوجه لوزاره الداخليه مباشره. فاحنا احنا ما قدمناش الطلب ده، بس احنا جاهزين طبعا، لانه احنا لو هيحصل اي انتجيشن لا نقدم بقى. نقدم الطلب ده. طيب، حاجه اخيره. تمام، يا ريت السينما والتلفزيون يظبطوا السيناريوهات شويه، وفي الاخر يقول لك ظبطوا يا جماعه السيناريوهات والنبي علشان الموضوع ده كبير قوي. انت جايه في اخر الحلقه تقولي ده موضوع كبير جدا، اكيد لازم هنناقشه بعد كده في حلقات تانية. انا مبسوطه بيكي جدا يا شمس، ومبسوطه جدا يا باشمهندس خالد، ونفسي ثقافة البنات تركب بايكس بقى وتركب سكوترز. الموضوع يعني سهل جدا، الموضوع طلع سهل، وشمس خلاص هتعلمني، هي لبست يعني على الهوا هتعلمني اركب السكوتر ازاي. ومبسوطة بيكم جدا، وان شاء الله نكون وصلنا او وصلنا لكم الرسالة او المضمون اللي احنا عايزين نوصله لكم بشكل سلس وبشكل بسيط. وان شاء الله ربنا يحمينا ويحمي بناتنا كلهم من اي حاجه بتحصل في الشارع، ويحمي مصر كلها يا رب. شكرا مره ثانيه يا استاذه شمس الجعراني، المدرسه والمذيعه والعظيمه اللي حاربت التحرش بالسكوتر. بشكر باشمهندس خالد عبد الناصر، ايضا المدير التقني لابلكيشن ستريت بال او صديق الشارع. واتمنى المره الجايه يا باشمهندس تجيلنا والابلكيشن مكتمل الاركان، وخلاص بقى يتفعل بالتعاون مع وزاره الداخليه. شكرا ليكم جدا جدا، نورتونا. وبشكر كل الساده المتابعين والمشاهدين وكل الناس اللي كلمتنا، وبعتذر لكل الناس اللي ما عرفتش توصل لنا النهارده. استمتعت جدا بلقائكم على مدار الساعتين ونص اللي فاتوا. بكره ان شاء الله حلقه جديده، صباح جديد.